الاتحاد الأوروبي يطالب السودان بإدانة الانتهاكات الروسية وعدم الاعتراف باستقلال دونباس ولوغانسك. أسر معتقلي لجنة التفكيك المجمدة تنتقد النيابة العامة وتتهمها بالتمطل. وزارة الطاقة تعلن سيطرة السلطات على الأحداث في حقل بليلة. وزير المالية يبحث في موسكو قضية الديون الروسية على السودان. أهلا بكم مشاهدينا، ساعة إخبارية جديدة من أحداث السودان عبر دعا وفد سفراء الدول وسفراء الاتحاد الأوروبي في السودان السلطات إلى عدم اتباع قرار روسيا غير القانوني بالاعتراف بإعلان استقلال منطقتي دونباس ولوغانسك. وحثت البعثة في بيان عقب اجتماع للسفراء الأوروبيين مع وزير الخارجية المكلف علي الصادق، حثت السودان على الانضمام إلى مجموعة الدول والخروج علنا لتأييد التعددية وتبني قواعد تستند إلى النظام الدولي وتدين بعبارات واضحة انتهاكات الاتحاد الروسي. وأبلغ السفراء وزير الخارجية المكلف توقعاتهم باهتمام كبير بالموقف السوداني في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن هذه المسألة، كما عبر الوفد عن اعتمادهم على دعم السودان لإدانة الهجوم العسكري الروسي ضد أوكرانيا في جميع المحافل ذات الصلة، والتعبير في هذه المنتديات عن دعم السودان للمبادئ التأسيسية للقانون الدولي والنظام الدولي القائم على القواعد التي انتهكها الاتحاد الروسي. وحث الدبلوماسيون الغربيون السودان على الانضمام إلى المجتمع الدولي في إعادة تأكيد وحدة أراضي أوكرانيا والتأكيد على ضرورة إيجاد حل سلمي للنزاعات ومحاسبة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي. كما طالب البيان السودان بصفته عضوا في المجتمع الدولي بمطالبة روسيا بالوقف الفوري لهذا العدوان الذي يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر على نطاق عالمي. دعت وزارة الخارجية أطراف الأزمة الروسية الأوكرانية إلى وقف التصعيد من الجانبين واللجوء إلى الحوار وتفضيل الطرق الدبلوماسية للوصول إلى حل للأزمة الأوكرانية. وأوضح وزير الخارجية المكلف علي الصادق خلال اجتماع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى الخرطوم موقف السودان من الأزمة الأوكرانية الروسية. قال الصادق إن السودان يدعو إلى وقف التصعيد من الجانبين واللجوء إلى الحوار وتفضيل الطرق الدبلوماسية للتوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية. في الأثناء أوضح الوزير المكلف أن زيارة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دغلو إلى موسكو كان مقررا لها قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية، وأشار إلى أن الزيارة تهدف لبحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين. قالت السلطات السودانية إنها أجلت نحو 40 إلى 50% من السودانيين العالقين في المدن الأوكرانية، في وقت تعهد فيه نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دغلو بتوفير المبالغ المالية اللازمة لنقل جميع السودانيين الراغبين في السفر إلى السودان أو إلى الوجهات التي يتم تحديدها في رومانيا أو بولندا. واستفسر دغلو خلال اتصال هاتفي مع موسكو مع القائم بأعمال سفارة السودان بأوكرانيا السفير عكاش الضو محمد عن أوضاع أفراد الجالية السودانية وطاقم السفارة وجهود عمليات الإجلاء. وأكد السفير عكاش الضو محمد أن نائب رئيس مجلس السيادة استفسر حول إمكانية إجلاء السودانيين العالقين بتخصيص جسر جوي لنقلهم إلى السودان أو إلى المناطق أو إلى مناطق آمنة حسبما تقتضي الظروف على الأرض. ونوه القائم بالأعمال إلى أن العالقين في حاجة ماسة إلى مبالغ مالية لترحيلهم برا من خلال معبرين تم تخصيصهما من دولتي رومانيا وبولندا بعد اتصالات أجرتها سفارة السودان هناك. وأكد السفير أن نائب رئيس مجلس السيادة الفريق حمتي التزم بتوفير المبالغ المالية اللازمة لنقل السودانيين العالقين، وتعهد بإيلاء الأمر عناية خاصة عبر مجلسي السيادة والوزراء ومتابعة مع وزارة الخارجية. ووجه دغلو بضرورة تكثيف النشاط الإعلامي لتوجيه السودانيين إلى نقاط التجمع التي تحددها السفارة.
استعجلت رابطة السودانيين في بولندا أعضائها تقديم العون للسودانيين الذين اضطروا للنزوح من بعض المدن الأوكرانية، وبدأ 130 طالبا سودانيا يدرسون في أوكرانيا بالتوجه إلى بولندا. وقال الناشط السياسي المقيم في بولندا عادل عبد العاطي إن السفارات السودانية في كييف وبرلين توفر دعما قليلا، وأشار إلى أنهم يعتمدون على الجهد الذاتي وعلى التنسيق مع اتحاد الطلبة في كييف. ونصح عبد العاطي الطلاب السودانيين بالخروج فورا ومغادرة مدن كييف وخارليكوف ومدن الشرق والتوجه نحو الحدود البولندية والرومانية والسلوفاكية. وأشار عبد العاطي حسب موقع ألت السودان إلى وجود عدد من السودانيين العالقين في مدن بولتافا في ظل طوابير طويلة من مئات الآلاف من اللاجئين، خاصة على الحدود مع رومانيا وبولندا. دعت جمهورية مصر العربية إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية، وأوضحت الخارجية المصرية في بيان اليوم أن الدعوة تأتي للتباحث حول التطورات في أوكرانيا. وقال البيان: جمهورية مصر العربية تدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، وذلك للتباحث حول التطورات الجارية في أوكرانيا. رفعت سفارة المملكة المتحدة في السودان العلم الأوكراني بجانب علم المملكة اليوم. قال السفير البريطاني في الخرطوم جايلز ليفر في تغريدة على تويتر مع نشر صورة تظهر وقوفه بجانب موظفين أمام العلمين البريطاني والأوكراني: السفارة البريطانية بالخرطوم ترفع العلم الأوكراني اليوم تضامنا مع أوكرانيا وشعبها في مواجهة العدوان الروسي غير المبرر وغير القانوني. أعربت أسر عدد من معتقلي أعضاء لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو المجمدة ولجنة تسلم الأصول المستردة عن قلقها من استمرار اعتقالهم بواسطة السلطات. واتهمت الأسر في بيان لها اليوم السلطة الحالية بالسعي لتلفيق تهم جنائية لإخفاء الطبيعة السياسية لاعتقال أبنائها، كما اتهمت النيابة العامة بالتماطل. وأشارت إلى أن النيابة العامة تلقي المعتقلين في السجون دون التحري مع غالبهم أو حتى تبصيرهم بطبيعة التهم في مواجهتهم. وطالبت الأسر بإطلاق سراح أبنائها بشكل فوري دون قيد أو شرط، وحملت ما سمتها السلطة الإنقلابية مسؤولية أي أضرار قد يتعرضون لها، ودعت السودانيين والسودانيات كافة إلى رفع الصوت عاليا رفضا للاعتقال التعسفي ولتأسيس العدالة ولتجهيز أجهزتها لخدمة أجندة السلطة. قالت إحصائية صادرة عن لجنة الأطباء المركزية أنها رصدت 34 إصابة خلال موكب الآباء والأمهات أمس. وأشارت اللجنة إلى أن 5 حالات إصابة نتيجة الضرب المبرح بالهراوات إحداها أدت إلى حدوث كسر في الجمجمة، وحالتا إصابة في الرأس بعبوات غاز مسيل للدموع، وعشر إصابات بقنابل صوتية. وأوضحت اللجنة أن جميع الإصابات مستقرة. كشفت بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية عن أسباب تأجيلها لمؤتمر صحفي كان مقررا اليوم. وأوضحت البعثة في تغريدة على تويتر اليوم الأحد أن التأجيل جاء بغرض إتاحة المجال للتنسيق مع الشركاء الإقليميين حول استراتيجية موحدة والتخطيط للمرحلة القادمة من العملية السياسية للسودان. الجدير بالذكر أنه كان من المقرر أن يقدم رئيس البعثة فولكر بيرت موجزا عن نتائج المرحلة الأولية من المشاورات التي أطلقتها البعثة عبر مؤتمر صحفي في 12 من صباح اليوم قبل أن تعتذر البعثة لاحقا. شدد حزب المؤتمر الشعبي بولاية شمال دارفور على أهمية التوافق الوطني بين القوى السياسية السودانية كافة للوصول إلى رؤية موحدة تقود البلاد من مرحلة التوهان السياسي وانسداد الأفق إلى مرحلة التوافق الوطني الحقيقي المفضي إلى وحدة البلاد واستقرارها. وراهن الأمين الأول لحزب المؤتمر الشعبي عبد الله محمد آدم الدومة خلال مخاطبته اليوم بمدينة اللاعيت فاتحة أعمال المؤتمر الثالث للحزب، راهن حل المشكلات التي ظل يعاني منها السودان بالدخول في حوار وطني شامل
لا يستثني أحدا، وجددت دوما الدعوة للقوى السياسية لوحدة الصف والتكاتف والعمل على تغليب مصلحة الوطن بعيدا عن المصالح الذاتية من أجل معالجة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، فيما دعا كل من ممثل حركة العدل والمساواة الربيع آدم عثمان وممثل حزب الأمة القومي بالمحلية الهادي أحمد الإمام إلى ضرورة وحدة الصف والتوافق الوطني بين القوى السياسية وحركة الكفاح المسلح من أجل المحافظة على وحدة السودان والسعي لإخراجه من هذا المأزق. اتهمت لجنة أمن ولاية الخرطوم جهات لم تسمها باستخراج بطاقات عسكرية للمواطنين في محلية أم درمان. أما نوال الخرطوم المكلف الطيب الشيخ على تنبيه صادر عن لجنة تنسيق شؤون أمن محلية أم درمان، والذي جاء فيه بأن هناك جهات غير نظامية تقوم باستخراج بطاقات عسكرية للمواطنين، وأكدت اللجنة أن هذه البطاقات غير قانونية وغير مبرئة للذمة وتترتب عليها مساءلة قانونية، ودعت اللجنة المواطنين إلى عدم الاستجابة لهذه الحملات. فاصل سنعود بعده إلى الحدث الاقتصادي.